يعني هذا التعايش الزراعي اعطتنا واحد الدرس اللي هو مهم، اننا نقدروا نستغلوا واحد الطرف ديال الارض صغير، وهذاك الطرف الصغير بالتعايش الزراعي غادي يحقق لنا الاكتفاء الذاتي ديالنا. عندنا الزنزان تبارك الله كانت الخضر تاعها تشتان. التقنيات الايكولوجيه اللي هضرنا عليها يعني عطات للتعاونيه واحد الواقع ايجابي، انها حصلت على شهاده الانصه هي الاولى اللي يمكنها من ابرام شراكات مع الناس ديال لوريال.